هلو، اتمنى لكم يوم جميل. ورجعنا تاني لفيديوهات التطريز والروقان بقى بتاع التطريز. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده الفيديو شويه مختلف، وحابه ان انا الاول اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها على اساس التطريز ده. اصلا انا اشتريت حاجات من الوكاله، تمام؟ طبعا يوم الحد الحاجات بتبقى رخيصة جدا وحلوة قوي. اشتريت ملابس، اشتريت حاجات احذية، اشتريت ملابس لي انا، اشتريت ملابس رجالي لبابا واخواتي، يعني اشتريت صيني، اشتريت حاجات كتيرة جدا بصراحة. فانا هوريكم الجزء بتاعي انا، وهوريكم برضو قطعة كده جبتها لبابا. طبعا جبت له حاجات تانية، بس يعني هي القطعة اللي طلعت في ايدي كده. وبعديها ان شاء الله تعالوا الفيديو القادم هنشوف مع بعض انا هعمل ايه بالقطعتين دول تحديدا، وهنطرز عليهم ايه وليه اصلا. فشوفوا الفيديو ده وان شاء الله قابلوني الفيديو القادم نشوف مع بعض هنعمل ايه في القطعتين. اهلا بكم مرة تانية. اول حاجة التيشيرت الاورنج الجميل ده، التيشيرت ده زي ما انتم شايفين كده مكتوب عليه حاجات كيوت كده صغنطوطة قوي. عيبه الوحيد ان هو عليه امير من على الصدر، زي نقطة صغيرة كده او نقطتين يعني. تاني حاجة التيشيرت التحفة ده، وده طلع اصدار من براند معين، اصدار محدود. من على الظهر شكله باهت كده وكأنه واخد كولور او حاجة، ولكن الوش فل قوي. البلوزة دي كمان مضلعة كده ومقلمة، ليها طبعا بطانتين، بطانة اللي هي المضلعة اللي انتوا شايفينها دي، وليها كسوة داخلية من الستان، كيوت قوي في اللبس ومميزة. القطعة السوداء دي بقى كانت كتانة، هي تقيلة شوية وطبعا بتمتص العرق، مميزة قوي في اللبس، تبان صغننة ولكن يعني هي مش صغيرة قوي. التوب ده عجبني قوي النقوش الموجودة عليه والألوان المتداخلة اللي فيه. البنطلون ده كان تقريبا باكستاني او حاجة، ناعم جدا، شكله كويس، لونه مقبول، ولكن كان سيء جدا لانه بيكش. البنطلون المضلع ده كتير قوي بيشف بصراحة، ولكن مريح جدا جدا في اللبس. وطبعا دمج اللونين دول مع بعض مديله بصراحة شياكة كويسة قوي. كمان البنطلون الجينز ده تفاصيله حلوة كل حاجة، ولكن هو المقاس صيني فطبعا مش مناسب ليا. التفاصيل والديتيلز اللي كانت في الديل كويسة قوي، فطبعا هو والبنطلون الكحلي اللي قلتلكم عليه باكستاني ده، دول طلعتهم لانهم مش مناسبين. ده تبع شي ان وشوية كده قصير، بس مريح جدا في اللبس. وزي ما انتم شايفين القصة بتاعته مختلفة، لان هو من ستايل البناطيل الكوري، كانت نازلة كده في فترة. السلوبيت ده أسوأ حاجة اشتريتها، قماشته شوية بلاستيكي، واللون طبعا يعني كان حلو في الضوء الخارجي ولكن ما عجبنيش بعد ما اشتريته للأمانة. هو مريح وكل حاجة وتفصيلة مقبولة، ولكن ما عجبنيش لأن هو مش حمالة، هو قط أو تلتين كم كده. ده البنطلون اللي اتكلمت عنه في أول الفيديو. طبعا في عيوب اللي انتوا شايفينها حاليا دي، التنسيل الخفيف ده وهو كتان. الشنطة دي برضو من براند معين، العيب اللي فيها ان هي حتة الجلدة من النص زي المكسورة كده. طبعا غسلتها ووجهتها للحرارة شوية فتعادلت معايا. الشنطة دي كانت شوية ليها دراع واحد بس او كتف واحد بس، انا عدلتها وخليت ليها الكتفين طبعا قصيرين زي مسكة اليد، بس طبعا شكلها كيوت جدا. الشنطة دي كانت نكتة قوي، كانت بعشرة جنيه تقريبا، وكانت مقطعة متخيطة بالايد كده. مسكتها طبعا عدلتها وزبطتها وغسلتها، وعايزة اقول لكم شنطة سبورت كيوت قوي وبتسيع كتير من الحاجات ما يبانش عليها خالص. الشوزات دي بقى، الشوز ده كان تقريبا بمية في وقتها. طبعا الفيديو ده يا جماعة من سنة، فالاسعار دي ممكن تكون مختلفه حاليا. الشوز ده كان بمية وكيوت قوي، فلات كده وسبورت ومريح قوي في اللبس. ده كان اسوأ شوز اشتريته، الشوز الابيض ده. النعل قطم والشوز خلاص بالسلامه. الوش زي ما هو مفيهوش اي حاجه، ولكن ارتفاع النعل ما كانش بالتدعيم الكافي انه يفضل محتفظ بالرونق بتاعه، فاوت برده كان ب 100 جنيه. طبعا شكله حلو قوي ولكن ما معمرش يعني. الشوز الاسود ده براند معين برضو، وكان تقريبا بمية تقريبا، مش متأكدة،
وحلو قوي ومريح في اللبس، ولكن تحس ان الشوز وسع شوية نمرة مع الوقت، لان طبعا كنت شارياه واسع. والقطعة دي القطعة القطاية اللي كنت بقول لكم عليها، عيبها ان هي كانت مفتوحة كده بس الفي بتاعها جمعته بنفس لون الخيط وبقى تحفة. القميص المقلم ده هنطرزه مع الوقت لانه فيه عيوب كتيرة، وتحس انه فيه تشحيم وتقطيعات من اماكن مختلفة، وما زلت مترددة مش عارفة اذا كنت اصلا هعمله تطريز ولا هسيبه للامانة يعني. ولكن هو ايطالي ناعم قوي ورجالي، وده كمان رجالي، احنا عملنا عليه البغبغان وانتوا شفتوه كان شكله كيوت لما خلص. وندمت ان انا ما كنتش جريئة بكفاية وعملت النقش بتاعه على الصدر او على الظهر، كان هيطلع احلى بكتير جدا، بس قماشته حلوة ومريح. الدرس ده برضو كان مقلب نوعا ما، وكان هو عيبه بس الفتحان اللون اللي انتوا شايفينه من الظهر ده مقلمات، بس هو مش مناسب خالص لطولي، كان قصير فطلعته. بس الديتيلز بتاعه حلو قوي، وجيوب من على الصدر واستك من على الوسط وكمام فراشة، بصوا مميز. عيبه السبعة اللي انتوا شايفينها في الظهر دي فكانت سيئة شوية بالنسبة لي وما عجبتنيش. وبس لو عجبكم فيديو النهاردة اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وانتظروني الفيديو القادم هنطرز الحاجات دي مع بعض باستخدام حاجات بيزك قوي، وهنشوف ايه الرسمة اللي هنحطها على القطعة بتاعت الكارديجان ده او السويتشيرت ده، وكمان البنطلون ده، ويا ترى ايه اللي ممكن اعمله فيهم. مع السلامة، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، اشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم. مع السلامة، باي.